السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ كي صبحتوا بخير؟ اليوم الجمعه، بغيت نحضر معاكم الرفيسه تاع الحليب بالبصله الخضاريه، كتجي واعره. اليوم ما بغيتش ندير الطعام، اليوم قلت غادي ندير هذه الاكله الاخرى، الحرشه بالزبده البلديه وبالبصله الخضاريه. ها انتم غتشوفوني كي غادي ندير ليها، كتجي احسن ماكله تاكليها. احبابي هيا هرب صيلة فوق السميدة، هانتم غتعلمو، غنوريكم هادشي راه قديم تاع ايام زمان. هانتم هاد الاكلة هادي كيديروها صحاب الرماني، اللي كيكونو البقرات عندهم والدات كيديرو الرفيسة بالحليب والبصلة الخضارية مع الحشا. هانتم كلشي نشاركو معاكم، واخا غير حمصر نشاركها معاكم. هانتم احبابي انا دابا غادي نكسكسها بحال الطعام عاد ندير الماء. ها انتم دابا راه درت الملحه ودرت السميده غليظه، دابا ها انتم شوف هادي راها تيقولوا لها رفيسه الحليب بالبصله الخضاريه. في وقت ملي كتكون البصله الخضاريه نايضه زوين. ها انتم احبابي ها انتم ها انتم ها انتم ها انتم احبابي ها انتم عرفتو كي كتجي هاد الاكله واعره واعره واعره، تضلي شبعانه كاع النهار، ما تفكريش الماكله حتى للعشاء. هانتوما احبابي هيا هانتوما السميده الغليظه وشويه الملحه والبصله الخضاريه، هذاك الورق ديالها، وكتعجن وكتبقى قاعده حتى تتفزق شويه، وكنسخن المقله ونطيبها فيها عاد نتلاقى بالحليب نفيضو وندير نشدها نفرتها مزيان ونديرها في وسط الحليب، وعاد ندير فوقها الزبده البلديه. ها انتم ها هي دابا دابا غادي نخليها تا تشرب، عاد نطيبها. خليتها تا فزقت، ها انتم مع البصله والسميده وشويه ديال الملح. ها دابا غادي نوض باش نشعل على البوطه باش نديرها طيب. ها انت دابا حبيبي هادي هي حرشة الحليب، عاد نتلقى بها نصايبها. هذا بحال هادي هي هادي كطيب شوية باش نجيب عاوتاني الصلة نديرها. معمرها بالبصلة الخضارية وندير معاها الحليب، كتجي واعرة. هاهي يا حبابي درتها في الهشوار وهنا درتها كطايبة. ودابا حبابي هذه هي الحرشة بالبصلة، البصلة الخضارية. دابا غنمشي نفيض الحليب، ايوا كان هاو ندير عليه الزبدة. المهم انا نصايب كلشي قدامكم وتشوفو. شوف ها من الكبيرة للقرعة، تبارك الله عليه الزينة. ودابا حبابي هذا هو الحليب، كنتسناه يفيض باش نزود فيه ديك الحرشة. المهم انا ملي غنبغي نصايب غنصايب قدامكم. دابا حبابي هاد الحليب واخا درتها بهاديك الحليب ديالي مزوينتها تفيض مزيان، وكان ندير ديك الحرشة درتي بها هي. كي كتجي يا ربي هانت هانت تجي واعرة واعرة واعرة.
هانتوما شوف هانتوما غنخلي الغريبة تطبخ. تطبخ مزيان. نبقى نحرك ونحط فوقها الزبدة البلدية هادي هي تاعت البرد ماشي حاجة تبقى معاه هانتوما اللي كتوحم تسمح ليا ها هي يلا شريتها اليوم هانتوما هانتوما هادشي اللي كيديروا العائلة ديالنا هانتوما لنا واحد الرماني ها ايوا خوتي هذا هو الشكل النهائي ديال هاد ما تنساوناش بلي لايك والاشتراك مع الاحباب والاصدقاء نوت تبارك الله هذا الصحه نوت فيها ضربي بني الزبده البلديه